في ثانيه الا ثانيه صفوني في نسيبه في عالمي خلاص. لكن هقول لك انا لازم انجا منه اموت وانت منه. امسك كده الخيط ده منه. تحب اودي لك التقاضي امريكا انجلترا ولا اودي لك فرنسا على حسب اتجاه الهواء منه؟ اي حته المهم يطيرني الطياره وخلاص. يلا عيب عليك ده انا مولود على السطوح حتى اسال عني في ثانيه الا ثانيه. انت مش عايز تطير لي الطيارة ليه يا اخي؟ ما في هوا اهو كل الناس مطيرة مش معنى انت طير لك حتى دوت في الهوا ده. اصل يلا احنا مش زي باقي الناس. اصل الطيارة دي ممكن تسافر بيها. انت بتشتغلني يا اخي؟ ازاي ان شاء الله؟ ممكن نربطك من ودانك ونفضل نسايب نسايب لحد ما نوديك ايه بقى؟ اي مكان تحبه على حسب ما تحبها مين. بقول لك ايه؟ صفرني اي حته ان شاء الله تصفرني في نسيبه. انا لو عليا عايز اخلص منك انت والطيارة اللي مذنبني من الصبح كده حالا قبل ثانيه. طب يلا صفرني في نسيبه. ما هو مش بمزاجي منه على حسب بقى اتجاه الهواء وانت وحظك. المغرب هتتنين وانت لسه ما طيرتليش الطياره واللي لا يدخل علينا. طيرني الطياره الطيارة انا عايز الطيارة هطيرها يا بنتي شبكتها منه في عندنا على السطح اهي هطيرها منه هطير ونصفرها كمان وسلك الخيط بسرعه مني دعيلها منه وانت مسافره منه لو رحت السعوديه ادعيلي بقى ماشي منه اي خدمه منه هتسافر منه هنخلص الخيطه منه قشطه يا اخي قشطه خدمه عليك يا اخي يا ابن اللعيبه يا اخي سفرت هتعدي المحافظه يا اخي انا انزل اسرق تجيب معايا ولا بس عشان نسافر بعد ما اخي ينفع اجيب خدمه زياده وتسفرني انا واسمها ايه دي ما اعرفهاش بس انا مسميها سكسوك يلا خد مصروفك من ابوك وتعالى منه عايزين خد بالهبله منه هنوديك الصين منه بس الاتجاه ده بيودي شرق افريقيا على اسطوانه تقريبا كده عايزين بوصله بقى عشان نعرف هنسافر فين وخريطه خريطه الى الصين بس مش عارف الخد البحر ليه شكلك هتاخدها ماشي على السطوحه منه عندك سكسوك ازاي ايوه سفرني يا اخي مش عايزين هتيجي معايا سكسوك انا بحبك يا سكسوك يا ابن اللعيبه يا اخي بحر يا اخي لم يا اخي سيب يا اخي لم يا اخي لم يا اخي الله عليك يا اخي انا بحبك يا اخي انت اخويا يا اخي بس اوعى كمنه حته طالعه في الف منه الف بسم الله ما شاء الله الف طالعه منه الف ولا بتميل لمين ولا شمال ولا قدام ولا منه بص طالعه منه غشيمه غشيمه بتاعته ابو غشيمه طب اخي ينفع اقطع حموله زياده واخد سكسوكه معايا بس لي سكسوكه بحبها قوي مش عايز سكسوكه سكسوكه بص يا منه انا مش هقول لك هاشي شبكتني الطياره لا اقول لابوك وخليه يحرمك من المصروف ويكتفك ويعبطك على طول انا عايز الطياره بتاعتي لكن هقول لك انا لازم انجرى منه ليه هجرى منه؟ عشان انا لازم انجرى منه لازم انجرى منه اجلك راي الحانة منه كسرت منه يا عمي ابويا يا مني كسرت منك يا عمي حتى لموت لموته هموت وانت منه شبك لي الطيارة يا عمي العاني يا عمي ابويا منه ضيع لي الطيارة يا عمي وشبكها لي ونيحها البغل القصة والدغدغ يستاهل يا عمي يستاهل هموته يا ابي هخلص عليه يا ابي هموته يا ابي هتغدغه يا ابي خد ما بيموتش ما بيموتش يا ابي ما بيموتش